سالي أولى محطاتنا لليوم مع البسمة يلي صار لسنين عم تنرسم على وجوه سرق المرض بسمتها، بس ما قدر يسرق قوتها. فبالرغم إنه المرض حاول يبعدهم عن حياتهم الطبيعية وطفولتهم، في مين وقف معهم ورفع شعار نقاوم لنعيد الابتسامة. أكيد أريج، وتحت هذا الشعار انطلقت جمعية بسمة عام 2005 بجهود مجموعة من الشباب والشابات السوريين بغية تقديم الدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بمرض السرطان. كان لنا بصباحنا غير عدد من الوقفات عن أعمال الجمعية. حاليا بدنا نقول لتكون بسمة وينطلق فيها ماراثون، بدنا نركض للبسمة. لنتعرف أكثر على تفاصيل الماراثون ونشاطات أخرى بصرنا يشاركنا بصباحنا لليوم ريما سالم المدير التنفيذي لجمعية بسمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك مدام ريما. أهلا وسهلا. بكرة يوم الجمعة رح ينطلق الماراثون، خبرينا عنه أكثر، وين رح ينطلق وكيف المشاركين رح يكون فيه وأهدافه؟ ماراثون بدنا نركض لبسمة حيكون بكرة، حيكون الانطلاق الساعة 8، التجمع حيكون بحدود الساعة 7 7 وشوي بالباركينج للعالم تستلم الصداري والماي واللي ما اشترى تيكت. وين بالباركينج؟ بباركينج فندق الشيراتون. اوكي. في تيكت حقها 2000 ليرة، بيعود كاملة رعاية على دعم الأطفال المصابين بالسرطان، والساعة 8 بدنا ننطلق من المرقب تبع فندق الشيراتون باتجاه ساحة الأمويين، أوتوستراد المزة، مفرق المواساة، ساحة المواساة، طريق الربوي الراجع، نرجع مرة ثانية على فندق الشيراتون. طبعا بعد الماراثون حيكون مثل نشاط حلو للعيلة وللأهل وللشباب والصبايا، حيكون دي جي وبعض الشركات والمطاعم اللي هي عم تقدم مأكولات ومشروبات مجانية أو عن طريق البيع. تمام. يعني قديش مدام مهم كثير انه نرسم البسمه على وجوه الاطفال المصابين، وقديش هالماراثون بشكل دعم، شو هدفه؟ لازم دائما نضل عم نرسم البسمه باي طريقه من الطرق، عن طريق الماراثون عن غير اي فعاليات ثانيه، لازم دائما، لانه نحن اسمنا بسمه ولازم نضل نرسم هالبسمه على هدول الاولاد اللي هن. مشكلة إنه نحن ما بنعرف شو هو مرض السرطان غير للأسف، غير إذا بعيد من هون حدا واحد من قرايبينه أو من أولاده صار معه هذا المرض، بيعرف شو يعني سرطان، هو مرض كثير فظيع يعني للأسف. شو أهمية الماراثون؟ له أهميتين، أكيد هو لازم يعني في دعم مادي للجمعية، هذا الدعم اللي هو عن طريق هالبطاقة اللي هي سعرها فقط 2000 ليرة، بس هو كمان لنشر الوعي والتوعية إنه نحن بسمة بعدها موجودة، بسمة بعدها عم تقدم خدمات للأطفال المصابين بالسرطان، طفل مصاب بالسرطان بعده بحاجة دعم، دعم المجتمع، كل شرائح المجتمع، أي مبلغ صغير ممكن يعمل أي دعم، لما بيصيروا مجموعة كتير كبيرة عم تدعم بيعمل فرق بحياة طفل مصاب بالسرطان، بتعمل فرق بحياة الجمعية أكيد. بالتأكيد. مدام ريما، يعني أنتو كجمعية قديش بتسعوا أنه تنشروا ثقافة الكشف المبكر عن السرطان، وأكيد اللي بيشكل مساهمة كتير كبيرة بالشفاء العاجل؟ طبعا أكيد الكشف المبكر، يعني وقت واحد بيكشف السرطان بمراحل الأولية بيكون إنذاره كتير جيد، خاصة وحتى للأطفال. نحن دائما عندنا لجنه توعيه بالجمعيه بتهتم بهذا الموضوع عن طريق الفلايرز، عن طريق المنشورات اللي بننشرها، ان كان عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق الفلايرز اللي بينطبع بيتوزع للمجتمع او عن طريق المحاضرات، وبنفس الوقت عن طريق دائما الحملات السنويه اللي بتقيمها الجمعيه، دائما بنحكي على العلامات المنذره لسرطان الاطفال. هدول العلامات اللي هن علامات العشره، لازم اي حدا إن كان أهل أطباء دائما يضل عم يشك ليحسن يلحق الطفل، ومثل ما قلنا يكتشف هذا المرض بالمراحل الأولية، ما يستنى المرض ليتفاقم مع الطفل ويصير بمراحل كتير كبيرة. تمام. يعني كتير مهم إنه يكون في توعية، إنه يكون في حملات لهيدا التوعية. حكينا عن الدعم المادي اللي هو بسعر بسيط، قديش مهم الدعم النفسي؟ يعني مثل هيك ماراثون الدعم النفسي هو أنا بحس إنه أهم من أي دعم تاني، وخصوصا لأطفال مرضى السرطان. مزبوط. هلا الدعم النفسي كمان هو في دواء، في تشخيص مبكر، وفي دعم النفسي، هدول لازم كلهم دائما يتكاملوا للطفل أو لأي مريض سرطان ليحصل على نسبة شفاء أعلى من نسبة شفاء العادية. دعم النفسي كتير مهم، ونحن بنأكد عليه. بلشت الجمعية بال 2005 أصلا كان كبزور، وبال 2006 كإعلان رسمي،
بالدعم النفسي للأطفال المصابين بالسرطان. ونحن بفريقنا المتطوعين اللي هو عصب حياة الجمعية اللي بنعتمد فيه عليهم بعملهم، وأكبر عدد منهم هن فريق الدعم النفسي. طبعا الماراثون هذا يعني هذا النهار للأسف ما حيكون معنا كتير أولاد مصابين بالسرطان، لأنه هو حيكون نهار شوي طويل عليهم، يعني حيكون متعب شوي عليهم، بس هو بالنهاية في أكيد دعم معنوي، وهنا حيكونوا عرفانين ودائما نحن معهم إن كان بالمشفى أو إن كان ببيوتهم، بنطمن عليهم دائما، خاصة في نشاطات يعني خاصة للأطفال إن كان بالمشفى أو ببيتهم، دائما عم تحاولوا تزرعوا البسمه على وجوههم. وكمان من احدى النشاطات اللي عم تقوموا فيها مدام ريما عم بتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان عملتوا فيلم قصير عن بسمه لطفل من اطفالكم، نحن رح نتابع مقتطفات منه ونرجع نكفي حديثنا مع حضرتك. يعني بعد ما تابعنا هالبرومو قديش انتو كجمعية بتختلطوا بهدول الأطفال، قديش عندكم مهمة كتير كبيرة انه تقدروا تفهموا عليهم تستوعبوهم، احيانا خلال اعطاء الجرعات للأطفال بيكون عندهم شوية وجع ألم، قديش بتكونوا قوايا قدامهم رغم انه انتو كتير من جوا بتتأثروا؟ سؤال كثير طويل وصعب. نحن تعاملنا مع الأطفال المصابين بالسرطان هو تعامل يومي، إن كان كمتطوعين وإن كان كموظفين، بس طبعا يعني هو بالنهاية الهدف النهائي اللي هو هدف النبيل بالنسبة لهذا الطفل اللي أنت عم تقدمي له هاي الخدمة، هو يعني بخفف شوي عن معاناة الشخص مع هذا الطفل. وصدقي إنه دائما المتطوعين وقت بيفوتوا على مشفى الأطفال وبيقعدوا مع الأطفال بيدعموهم نفسيا، هن بيكسبوا قوة أصلا من هدول الأولاد، غير ما أنت عم تعطي لهذا الطفل، هن كمان بيصير عندهم دافع إنه كل أسبوع يرجعوا ويقدموا لهدول الأولاد، لأنه فعلا بيعطوا قوة، بيعطوا صبر، بيعطوا أمل بالحياة. قد ما هن الأولاد فعلا عندهم أمل، ومثل ما حضرتك حكيتي إنه قديش الدواء قوي على هدول الأولاد، قديش بيوجع، وقديش بيعملهم كبار وأكبر من عمرهم وفهمانين بالحياة أكثر يمكن أيام مننا بظرف معين. صحيح. كثير هذا الشيء مهم، بس يعني بده تدريب شوي لانه صعب دائما، يعني بصير نحن ايام كمان بدنا شوي دعم نفسي كرمال نحسن نضل عم نستمر ونعطي لهدول الاولاد. حكيتي لنا انه في كثير من المتطوعين عم بيكونوا معكم، وهذا البرومو القصير مزبوط اللي حضرناه كمان من متطوعه حبيت تعمله، خبرينا عنه اكثر. متطوعه عندنا بالجمعيه اسمها سامراء، حبيت تعمل شيء للجمعيه لانه هي عندها هوايه التصوير وعملت هذا البرومو. طبعا هي متطوعه بمشفى الاطفال، هدول الاولاد اولادنا يعني بمشفى الاطفال، وعملت لنا اياه وقدمته للجمعيه كتبرع طبعا، وهو حلو كثير يعني، وعمل شويه يعني حكي بالسوشيال ميديا عن هذا الموضوع اكثر. تمام، يعني شو بدنا نقول منك كلمه اخيره لكل يلي عم يتابعك هلا، لاعضاء الجمعيه اللي عم يساعدوكي، شو بدنا نقول لكل شيء حتى رح يدعم بكره الماراثون ان شاء الله بيكون كثير حلو موفق، شو بدنا نقول لكل اعضاء جمعيه بسمه؟ يعطيكم العافيه، ولكم ما كانت الجمعيه موجوده اكيد ولا استمرت لكل هذا الوقت، صرنا 11 سنه صلون يعني موجودين. بدي ادعي كل المجتمع بكره لانه هو ماراثون للعائله للشباب وللصبايا ولكل الفئات المجتمع، بدعيهم انه اركضوا بكره لبسمه، هي 2000 ليره بتدعم الاطفال المصابين بالسرطان، وصدقوني بتعمل فرق لما بنكون كلياتنا مع بعضنا موجودين. وبالنهايه بدي اشكركم انتم كقناه اخباريه واعلاميين، دائما انتم بتدعمونا بتقدموا الدعم لبسمه اللي هو لولا هذا الدعم كمان نحن ما بنطلع ولحد العالم تعرف فينا بالنهايه. وطبعا بدي اتشكر كل الرعاة هذا الحدث، ان كان نحن هي ساعدونا كثير الاتحاد الرياضي لالعاب القوى
حيكونوا متواجدين بكره هنن كمان بالاضافه لرعاه هي الفعاليه اللي هو بانك بيبلوز، مجموعه تراي سيريا، شيراتون كفندق شيراتون كراعي لوجستي، وساعه نينار كراعي اعلامي كمان. يعني نحن بندعي كل اللي عم يتابعنا هلا انه يشاركهم بكره بالماراثون ويساهم برسم البسمه على طفل مصاب. نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله دائما بتحققوا اهدافكم من هالجمعيه. شكرا. وبتنشروا البسمه ان شاء الله. شكرا كثير لكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا. اما هلا سالي